فيها مية، لأن المية هي الميديم اللي من خلاله المواد الغذائية والأكسجين بيدوبوا. أنتوا فاهمين الفكرة؟ لكن هل يبقى فيها مية كتير؟ هي قدامها سائل اسمه التيرز، ووراها سائل اسمه الأكواس بيوم. لكن الماتيريال بتاعها نفسه يبقى فيها مية كتير؟ لا. ليه؟ لأن لو فيها مية كتير هتبقى بالمنظر ده. الفرق ده ازاز وده ازاز، بس الفكره هنا في ميه كتير على الازاز ده، فكانت النتيجه، بس في حالتنا مش هيبقى ميه على الازاز، هيبقى ميه في الازاز. عشان كده كان لازم الكورنيا بتاعتنا تبقى ديهايدريت. تبقى ديهايدريت ازاي؟ نشيل منها الميه. الميه بتتحرك ازاي؟ بم. الميه بتتحرك من النقطه ألف للنقطه ب ازاي؟ اسف؟ بالظبط، اسموزيك. يبقى عشان اعمل كده يبقى التيرز لازم تبقى علاقتها ايه؟ بالاسمولاريتي بالنسبه للكورنيا تبقى اعلى عشان تمص ميه. وهنا برضو الاكواس هيومن يبقى الاسمولاريتي بتاعه مالها؟ اعلى عشان يمص الاسمولاريتي. يبقى كده الميه بتسيب الكورنيا بكام اتجاه؟ فين؟ من هنا للتير ومن هنا للاكواس. ازاي؟ عن طريق ان السائل ده والسائل ده الاسمولاريتي بتاعتهم اعلى. الكورنيال فانكشن طبعا هي ريفراكتيف ميديا. فاكرين لما قلت لكم كلمه دي يقصد بيها ايه؟ كلمه دي دايركتور، كلمه دي اللي هي دايركتور. خلاص؟ يمكن انا لسه ما قلت لكمش التوتال الحاجات اللي في العين اللي بتعمل ريفراكشن، يعني الكورنيا والتيرز والاكواس واللينس والفيتراس، كل دول على بعض مجموعهم 67. كل دول على بعض مجموعهم 67. الكورنيا لوحدها 42. ده معناه ايه؟ ان الموست باورفول سيرفيس عندك هو مين؟ طيب لكن هل هي الاكثر اهميه؟ لا. ليه؟ لان هي صحيح اقوى واحده لكن القوه بتاعتها ثابته. القوه بتاعتها ثابته. لكن العدسه اللي جوه عينك، عارفين العدسه اللي جوه عيننا الريفراكتيف باور بتاعها كام؟ 14. لكن بنقول عليها اهم. ليه؟ لان انا ممكن ازود الريفراكشن بتاعها او اقلل الريفراكشن عن طريق مين؟ السيريالي. عشان كده الجمله بتتقال بالشكل ده. ايه اقوى ريفراكتيف ميديم عندك في الاي؟ كورنيا. ايه اهم ريفراكتيف ميديم عندك؟ اللينس. ليه؟ لان قوتها ممكن تزيد او تقل من خلال مين؟ السيريالي. طبعا الكورنيا من خلال كونها شفافه بتعبي الضوء وليها ريفراكشن، طبعا بتحمي الريتنا وبتحمي اللينس. الميكانيكال تروما بتاخد جزء منها، صح؟ واحده من وظائفها انها بتحمي. لازم تعرفوا ان في الضوء اللي انتم شايفينه ده في جزء غير منظور اسمه الالترا فايلت. الالترا فايلوت دي ديستركتيف جدا. هي صحيح بقدر ما مفيده لينا عشان نكون الفيتامين دي، حلو، لكن التعرض الشديد ليها لفترات طويله بري كانسرس، بتجيب سرطانات في الجلد، فما بالك تعمل ايه في اللينس بتاعتك؟ اشهر حاجه بتعملها في اللينس بتاعتنا انها بتعمل كاتراكت. كاتراكت اللي هو الميه البيضاء، كاتراكت اللي هو الميه البيضاء، اوكي؟ بالاضافه لو سمح لكل كميه الالترا فايلو دي انها تعدي وتروح لا رايحه للريتنا، الريتنا نفسها بتاعتنا بتتدمر. عشان كده ربنا بيحمينا من التدمير ده من خلال الكورنيا. احنا نقدر نساعد نفسنا في الحكايه دي؟ يعني هل البشر اخترعوا اليه يحموا نفسهم؟ اللي هي ايه؟ نظارات. حلو، كويس. شيب سانجلاس تنفع تبقى شيب؟ ليه ما تنفعش تبقى شيء؟ هل لان انا شريك في بوليس مثلا؟ بوليس لسه موجود؟ موجود؟ احنا على ايامنا كان البوليس والريبان هم اشهر حاجه، اعتقد ان الكلام ده بقى هيستوريكال دلوقتي. موجود؟ ليه الشيب سان جلاس مخيفه؟ ومميته كمان، يعني فعلا ممكن تعميك الشيب. ليه يا ولاد؟ العدسات المحترمه اللي هي فوق ال 4000 وال 5000 جنيه دي مصنوعه من ماده معتمه وبتمص الالترا فايلوت ري.
فيكون النتيجه ان البيوبل بتاعك بيوسع لكنه محمي. ليه؟ هو حاسس ان الدنيا عتمه فعشان كده البيوبل وسع، لكن الماده نظيفه ومحترمه وبالتالي الالترا فايلوت ما دخلتش. العدسات الرخيصه اللي بتشتروها من اسكندريه عباره عن ايه؟ عباره عن ازاز معتم وانواع رديئه من الازاز او البلاستيك، فتكون النتيجه هل بتمص الالترا فايلوت لكن خدعت البيوبل ووسعته، يعني سعادتك بتلبس. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا العدسات الشيب سانجلاس مخيفه ليه؟ لانها بتعمل حاجتين بيدمروك. اولا هي ما بتمصش الالترا فايلوت لكن خدعت البيوبل واقنعته ان الدنيا ضلمه وبالتالي البيوبل وسع، يعني انت كده لبست. عشان كده اما يعني انا عمري ما اشتريت نظاره شمس خلاص اوكي. ليه؟ لان انا مستحيل ادفع 4000 5000 في نظاره شمس، انا كده كده ربنا رزقني بضعف بصر ولا بس النظاره بتاعتي. لكن لو هشتري نظاره شمس مش هشتري نوع كويس، لان لو اشتريت انا كده بعمل ايه في نفسي؟ بزود دخول الالترا فايلوت راي لعيني. نيفر نيفر نيفر. تعال نتكلم على الفانكشن اوف. بصوا معايا السلايد دي انا وريتها لكم صح؟ صح؟ اذا اعتبرنا ده نورمال هنقول ده ايه؟ مايوزيس. وده وقلنا ده بالبارا سمباثيتك ستيميليشن وسمباثيتك انهبيشن، وده سمباثيتك ستيميليشن وبارا سمباثيتك انهبيشن. تقدروا تقولوا لي هنا المنظر اللي انتم شايفينه مين فيهم نورمال ومين فيهم اب نورمال؟ ما انت ممكن تقول ان ده ايه؟ نورمال. في الحاله دي هتقول ان ده مايوزيس، او تقول ان ده نورمال، ده بتقول ان ده فين النورمال؟ هو ده اللي انا عايز اصور. في واقع الامر بتوع الرمد عندهم مسطره بالشكل ده، بتقول لك النورمال بيبقى في الاطار ده للاطار ده، الميدريزس في الاطار ده والمايوس. طبعا مفيش حد هيبقى البيوبل بتاعه هنا ويقول لك هات المسطره، يبقى انت بتستهبل. ومفيش حد هيبقى البيوبل بتاعه بالمنظر ده ويقول لك هات المسطره، لكن دايما الحدوته فين؟ في الاطار اللي محتاج المسطره هو الاطار. طبعا احنا عندنا في مصر عادة الدكاترة ما بتجيبش او ما بتستخدمهاش عشان حكاية الخبرة بس. هما بره فعلا محسوكين. يعني فعلا بالممارسة لو انت دكتور رمد كل يوم بتشوف لك 200 300 عين اكيد في النهاية هيجي لك احساس ايه هو النورمال وايه هو الابنورمال. لكن العقل او العدل يقول ان المفروض في عندي مصلحة. ايه اللي ربنا خلق لي ايرس؟ هل لمجرد انه يتحكم في كمية الضوء وبس؟ لا، في حاجات تانية بيعملها الأيريس. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. تحبوا تاخدوا راحة خمس دقائق؟ انسوا الجزء ده شوية. انسوا الجزء ده شوية. خلونا هنا. أي عدسة غصب عننا فيها حاجه اسمها سفيريكال ابريشن. باللغه العربيه سفيريكال ابريشن بيسموه الزاغ الكري. هو حتى هي بالانجليزي وبالعربي رزق. الزاغ الكري. يعني ايه زاغ كري؟ بص معايا. دي انسيدنت راي صح؟ بارلل ولا مش بارلل؟ المفروض لما تنزل على عدسه في النهايه يحصل لها ريفراكشن بطرق مختلفه بزوايا مختلفه على حسب زوايا السقوط، انما في النهايه المفروض يبقى عندي سنجل. لكن ده عمره ما هيحصل. عاده هيحصل حاجه بالشكل ده. واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ ان المنطقه الطرفيه للعدسه بتكسر الضوء بشكل مختلف شويه عن المنطقه المركزيه، لدرجة ان ممكن يبقى حاسس ان في عندي كذا فوكس. خلاص؟ الحكاية دي حصلت ليه؟ لأن دايما البريفري بتاعة العدسة بتشتغل زي ما تكون بريزم. بتشتغل زي ما تكون بريزم. ليه؟ البريفري بتاع العدسة بتبقى مدببة قوي. متخيلين العدسة من النهاية هنا ومن هنا شكلها ايه؟ زي ما تكون مخروط. عشان كده الانكسار عندها مختلف.
عن بقيه العدسه. فاهمين المخلوط؟ طيب عشان نحل الازمه دي نعمل ايه؟ هل نسمح للضوء انه يقع على المناطق الطرفيه من العدسه ولا نلغي الحكايه دي؟ يعني شايفين المنظر هنا ايه؟ حطينا حاجز ما يمنعش الاشعه انها توصل للمناطق الطرفيه من العدسه. كانت النتيجه في عندي فوكس ولا في عندي زيغ كري؟ في عندي زيغ كري. لما لغيت المنطقه دي ايه اللي حصل؟ بقى في عندي سنجل فوكس. مين اللي بيقوم بالدور بتاع الحاجات السوداء دي؟ الايرس. يبقى الايرس بيقلل السفيريكال ابريجن عن طريق ان بيشل لي الافراكشن اللي بيحصل عند مين؟ عند البريفرال بارت بتاعت الهيومن لينز. البريفرال بارت بتاعت الهيومن لينز. ودي حاجة فيزيائية هتحصل هتحصل. طيب ده اسمه ديكريز السفيريكال ابريجن. في حاجة تانية. شايفين الصورة دي؟ ايه اللي في الصورة دي؟ ان حاسين الوان فيها مش باينة. خلاص؟ النوع ده من التدمير ده بنسميه كروماتيك ابريجن. كروماتيك ابريجن. ايه سببه؟ سببه هو ايه؟ بصوا معايا. المنطقة دي هي البريفرال بارت من اللينز. والمنطقة دي هي البريفرال بارت من اللينز. شايفين شعاع الضوء هنا داخل بنفس النقطة؟ صح؟ بنفس الزاوية؟ لكن ايه اللي حصل؟ بدأ يفرق الضوء زي ما قلت لكم لأنه منشور. كانت النتيجة إن اللون الواحد اتفرق إلى ألوان مختلفة. أعمل إيه؟ أخلي دي موجودة ولا ألغيها؟ ألغيها. ألغيها إزاي؟ بالأيرس. يبقى الأيرس حلل لي كام أزمة؟ اتنين. حاجة اسمها السفيريكال أبريجن وحاجة اسمها الكروماتيك أبريجن. هنا سيم بوينت، سيم انسيدنت أنجل، ومع ذلك الأضواء المختلفة وقعت في زوايا بفوكس مختلف. ده ليه؟ لأن زي ما بقول لكم الجزء ده بيشتغل كما لو كان بريسم. اعمل ايه؟ الغيه. الغيه ازاي؟ احط قصاده حاجه تمنعه. مين اللي منعه؟ الايرس. لدرجه ان الوايت لايت نفسه ممكن يتفكك الى عناصره الاوليه. انتوا عارفين هل في طول موجي للضوء الابيض؟ في الفيزياء لا، هو الضوء الابيض عباره عن اضواء مختلفه. عشان كده البريفري اوف ذا هيومن لينس والنوت فوك تعريفه will not focus different colors in exactly the same point. ده واحد من تعريف الكروماتيك ابريجن. ان the peripheral of the human lens will not focus ها different colors. او ان the peripheral of the human lens will ها disperse the white color light into its spectrum. لو وقعوا بالوان مختلفه يتحطوا في فوكس مختلف. ولو الضوء الابيض وقع يتفكك الى الافق. نعمل ايه؟ نلغي المنطقة من خلال الايرس. هو ده بالظبط اللي حصل. اوكي؟ ده السفيريكال ابريجن وده كروماتيك ابريجن. دي حاجة في حد هنا عنده كاميرا بيصور بيها؟ غير كاميرات الموبايل والعبط. أنا بتكلم عن مش بروفيشنال فوتوغرافر، لكن واحد عنده كاميرا زي يشتغل بيشتغل بيها. لما تكوني قدامك منظر في الابعاد، يعني منظر انت واقفه هنا وزي انا كده، في زميلتك دي وزميلتك دي وزميلتك دي، في ثلاث نقط في الفراغ قصادي. هل تقدري تاخدي لهم صوره واضحه هم الثلاثه بنفس درجه الوضوح؟ لا. فعلا صعب جدا انك انت كمصور. ليه؟ لان اي لينس ليها سنجل بيست فوكس. فعشان كده صوره زي دي الراجل ده اكيد صوابعه ناحيتنا، بعدين الزراير وبعدين مراحيمه. اوكي؟ المصور هنا قدامه ايه؟ اما انه يركز قوي على نقطة وبقية النقط اللي في المجموعة كلها ما تبانش، أو انه يحاول يخلي النقط تبان. مش مفيش واحدة فيهم ظاهرة بس، لكن كلهم ظاهرين بشكل واضح. يعني هو ده اللي احنا بنسميه الديبس اوف فوكس. ان اوبتكس يعني ايه ديبس اوف فوكس؟ is the distance between the nearest and the farthest object in the scene that appear. قلت best ولا قلت ايه؟ acceptably sharp in image.
ابعد حاجه واقرب حاجه في المنظر اللي قدامك لما يتخذ لهم صوره يظهروا بشكل، هل الاثنين بيرفكت ولا بيست؟ بيست. هم هل الاثنين بيست ولا اكسبتد؟ اكسبتد. لو انت مصور فاشل ممكن تصور دي بيست اللي هي البوينتر بتاعك، لكن اللابتوب ما يبانش كويس خالص. لو انت مصور فاشل تقدر تجيب اللابتوب كويس، لكن البوينتر ما تجيبوش. الديبث فوكس في علم التصوير اللي هي المسافه اللي ما بين اقرب حاجه وابعد حاجه ظاهرين بشكل كويس. بمعنى لو الصوره بتاعتي اقرب حاجه وابعد حاجه كده ظاهرين كويس، يبقى هقول ده الديبث بتاع الفوكس بتاعت الصوره. لو ابعد حاجه واقرب حاجه، طبعا ابعد واقرب ما هو المصور موجود في ناحيه واحده، فاهمين ابعد واقرب يعني ايه؟ يبقى هو ده الدبس بتاعها، فاهمين؟ الحكايه دي مرتبطه بايه؟ بالفتحه بتاعت البيوبل، بالفتحه بتاعت كل ما البيوبل بتاعك ده كل ما الدبس والفوكس بتاعتك بقت احسن. عشان كده لو حد فيكم بيصور وراح فاتح العدد الشطر بتاع الكاميرا هتلاقي ان الصوره باظت. جربت الحكايه دي؟ لو انت فتحت يعني فتحت البيوبل بتاع الكاميرا هتكون النتيجه ان الدبس فوكس هيبوظ، وبالتالي كل الحاجات اللي قدامك ما بقتش واضحه. اوكي؟ لو انتوا فهمتوا خدتوا بالكم انا قايل ايه هنا؟ اولزو ها الانس كان فوكس ات عشان كده في التعريف احنا قلنا هنا كلمه ايه؟ لانك بجد بجد لو انت عايز تشوف حاجه بيست يبقى هتشوفها هي بس، لا قبلها كويس ولا بعدها كويس. انتوا فاهمين الكومبرومايز؟ عارفين يعني ايه كومبرومايز؟ التفاوض او المقايضه اللي انت عملتها. انت صورت بحيث ايه؟ دي بانت كويس ودي بانت كويس لكن لو انت عايز البيست يبقى هتشوف دي وبس او دي وبس. لو انتوا فهمتوا مفهوم الدبس، انهي صوره فيها دبس احسن؟ دي ولا دي؟ فهمتوا انا اقصد ايه؟ ليه؟ هنا صحيح احسن حاجه بانت عند الراجل ده يمكن الباتيلا دي الصفرة دي، لكن بقيه الصوره مش باينه. لكن هنا الباتيلا باينه كويس وكمان الفروع اللي ورا باينين كويس. والناحيه الثانيه من الورق باين كويس، يبقى الصوره دي فيها دبس كويس. بينما الصوره دي ما فيهاش. فهمتوا يعني كلمه لبس؟ هنا التفاصيل في اكتر من نقطه قدامك باينه بشكل واضح. الصوره دي فيها لبس، الصوره دي ما فيهاش. ليه؟ لان هنا المصور قرر انه يركز على نقطه، لكن هنا قرر انه يظهر كذا نقطه بس بشكل اكسبت. لقطنا؟ اوصل ازاي لده؟ اعمل ايه في الايريس؟ ادائي. ليه؟ بصوا معايا بقى. ما تخافوش من حاجه. ادي العدسه بتاعتك. اوكي؟ ادي ثلاث نقط موجودين قصادي، النقطه رقم واحد واثنين وثلاثه. النقطه واحد واثنين وثلاثه بيطلع منهم الاشعه بالمنظر ده. النقطه اثنين فوكس هنا. كويس؟ يبقى هنا هشوف اثنين بس. صح؟ لكن النقطه واحد الفوكس بتاعتها هل جايه في المستوى بتاعي ولا حصل نوع من انها ما بقتش نقطه واضحه؟ عشان كده هتبان نقطه مش واضحه، ودي ايضا باينه نقطه مش واضحه. في نفس اللحظه النقطه واحد واثنين وثلاثه طالعه منهم اشعه ناحيه المنطقه المركزيه، وبرده طالعين فوكس. ادي الفوكس بتاع اثنين اثنين، شايفين درجه التدهور بتاعه الفوكس بتاعه واحد وثلاثه؟ هل بنفس درجه؟ انتوا عارفين يعني فوكس؟ يعني بوينت. هل هنا عملت فوكس حقيقيه؟ لكن هل متدهوره زي هنا ولا التدهور اقل؟ بدليل ان الاشعه اتجمعت بشكل افضل اللي هي الاكسبتابل، تكون النتيجه الحتميه. فدام دول ودول موجود، على فكره المنظر ده والمنظر ده موجود، يعني الدايره الصغننه دي موجوده فين؟ في النص. ايه اللي انا عملته؟ شلت مين؟ ده، وشلت مين؟ ده، وابقيت على الاشعه مين؟ اللي رايحه ناحيه المنطقه المركزيه. ازاي اشيل الشوايه الطرفيين دول والشوايه الطرفيين دول؟ بالعكس.
يبقى الايرس عمل ايه في الدبس اوف ذا فوكس؟ زودني، بمعنى خلاني اشوف ثلاث نقط قدامي بشكل افضل. بس هل كلهم بنفس درجه الكفاءه؟ لا، في حاجات بيست وحاجات اكسب. الراجل ده كان ذكي ليه؟ لانه هو لما اختار نقطه يلعب حواليها اختار مين؟ اختار اثنين بيست وقدر يشوف ثلاثه وواحد اكسب. لو هو استحمر وقرر ان يشوف ثلاثه بيست كان اخر حاجه يقدر يشوفها كويس فين؟ اثنين، كان مستحيل يجيب واحد. ولو هو قرر ان يشوف واحد كويس كان هيقدر يجيب مين اكسبتد؟ اثنين، مستحيل يجيب ثلاثه. وهي دي الحرفيه بتاعت المصور. الفكره مش انك تنسي الكاميرا، الحرفيه ان في المنظر اللي قصادك تختار نقطه في نص المشهد وتحاول تتمحور قدامه ووراه عشان تجيب الثلاث نقط احسن. دي وظيفه مين؟ الايرس. دي وظيفه مين؟ الايرس. كم واحد لقطه الدبس اوف ذا فوكس؟ فهمتوها دلوقتي؟ كده يبقى انتوا لو فهمتوا انهي صوره فيها دبس اوف فوكس؟ فهمتوا يعني ايه دبس اوف فوكس؟ ان الاربع اعمده دول باينين بشكل هنا واحد كويس واثنين كويس وثلاثة كويس، لكن أربعة وخمسة هنا واحد بس واثنين يعني ودول كلهم باصوا هنا. تفتكروا لو أنت اتسألت بقى يبقى العكس الشطر، أنتوا عارفين الشطر اللي في الكاميرا اللي هو مين؟ اللي هو مقام الأيرس، مقام الأيرس اللي هي الفتحه اللي في الكاميرا اللي بتتحكم في دخول الضوء. يبقى الشطر اللي في الكاميرا او نقول البيوبل اللي في عينك اضيق ما يمكن في انهي صوره من دول؟ انا تقريبا كده غطيت لكم تقريبا من صفحه واحد لصفحه تسعه، اوكي، سواء بالمحاضره دي او بالمحاضره بتاعت المره اللي فاتت. اي اسئله؟